طبخ في البر ما شاء الله، ماشي في نسيبي العزيز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. غالي يبغى لها كهرباء. انا راح اكل ترى، الله يستر. يا نار كتبي عليها يا نار شبي. والله يا توتة لا احط الفيديو ما راح اسوي ميوت. الخلفية عجيبة مع فندي. سلام. مع خلفية الطبخ مع طانة صيد مقلقل. مع يا فهيم تمسمينها مقلقل. معلم مقلقل على قولت نسيبي. خوش تصوير عجيب. قصدك الجوال خوش. هنا نسيب بنبدأ لنا الطبخ شهر ما تسير إن شاء الله. وفين طلبات خارجية ترى. في النسيب الثاني خلف الكواليس. الكواليس مع جاريه. حاليا يقطع الساندويتش هنا. لا تكسر لا تكسر لا تكسر. بطريق خايفين على ملامحه لا تطلع ما شاء الله. تعرفون واجد جميل. شيلوا شيلوا. يا محمود قطوة بقي بقي أمين الله يرحمه ويعز. هذا واحد واليلا ترى احنا طالبين 10. ليش وين الباقي كم؟ نبتدي مرحلة أو شوي مع يعطيكم العافية. الله يعافيك حبيبي. يا حبيب أمولي حمادي ليه كذا تسوي ليه؟ اليوم استخدمت هذا الكونديشنر، حبيت اتكلم عنه بما انه عجبني. بنات تعرفون لما تسافرون من ديرة لديرة وتتشاورون بموية غير الموية اللي متعودين تتشاورون فيها، تحسون باحساس انه الشعر كذا من مسا ناعم صح؟ يجيكم هذا الشعور. هذا الاحساس حسيته مع الكونديشنر هذا لما استخدمته اليوم. عجيب عجيب عجيب، عطى شعري ملمس ناعم. استخدمت كمان شامبو اليوم ناشي، خلاص ديت ما تخلص. استخدمها من شامبوات اللي استخدمها مع فاست ناشي، مجموعة ناشي عجيبة كلها اشياء طبيعية ما تضر الشعر. بعد البر يجيكم الاحساس اللي تبين تتنظفين باي طريقة تكون، ما تعرفين شلون، مهم انه تطلع ريحة نزاكة ونظافة وشي حلو. من احد الاشياء اللي اعشقها بيت الصابون اللبناني، ريحة نزاكة نظافة صنفرة للجسم مع ترطيب عالي. كل البنات اللي استخدموا يشكروني. الريت حقه في البوتيكات عالي جدا، ما أدري إذا متوفرة ولا هي سولد أوت، بس من أحد الأشياء اللي أعشقها مرة. للبنات اللي يحبون النظافة العالية بيموتون على هذه، ريحتها ليمون وزنجبيل، خيال خيال خيال. يعني متخيلين ريحة نظافة كيف؟ هذه أشياء الصنفرات حقتي من كثر ما أنا مدمنة عليها. هذه الليمون والزنجبيل من أجمل وأفضل الأشياء اللي ممكن تمر عليكم. صدق نظافة، صدق نظافة ما تمزح. فأنا مدمنة عليها. طالعوا وش كثر أأمن لي، أخاف يخلصون، ما أتحمل أعيش بدونهم. حق أتقعد أحس لكم بحمامي عزكم الله. هذا بنات القطن اللي قلت لكم عنه من بريمارك، هذا هو. أتقعد أحس لكم بحمامي عزكم الله. هذا بنات هذا البيبي فود تحطينه مرة كل 4 شهور يطلع لك، تحطينه على رجل ساعة يطلع لك ملمس ناعم ويشيل لك طبقة قوية وقاسية من على رجلك ويخلي رجل تلق لك.